كيف تعافى الريال اليمني وما هي ضمانات استقراره؟ ولماذا لم ينعكس هذا الاستقرار على أسعار السلع الأساسية ومعيشة المواطن؟ وأين دور الأجهزة الرقابية في الحد من جنون ارتفاع الأسعار؟ أهلا بكم. أكد تقرير اقتصادي تحسن سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في شهر إبريل الماضي، غير أن أسعار السلع الأساسية في المحافظات تصاعدت بشكل مستمر ولم ينعكس تعافي الريال عليها. في شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، وجد المواطنون أنفسهم وحيدين أمام موجة غلاء أسعار السلع ونسب الزيادات غير المبررة في ظل غياب أدوار الأجهزة الرقابية والأمنية وجمعيات حماية المستهلك، وفي ظل انقطاع الرواتب على نسبة كبيرة من موظفي الدولة في المناطق الخاضعة للحوثيين. ومع ارتفاع الأسعار تتضاعف الأزمات الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني أكثر، وتتسع دائرة الاحتياج ويقترب السكان من حفرة المجاعة. فبحسب تقارير أممية، يبلغ عدد السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية 24.1 مليون نسمة، أي ما يقارب 80% من إجمالي عدد السكان، منهم 14.3 مليون بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. تحسن في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية خلال أبريل الماضي أنتجته مجموعة من القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي في عدن، حيث عملت على تهدئة حالة المضاربة على الدولار وخفض منسوب الشراء من السوق السوداء. تعافي في سعر الريال لم ينعكس على أسعار السلع الأساسية التي لم تكتفي بالحفاظ على مستواها المرتفع، بل تحرك مؤشرها نحو الزيادة بدلاً من أن يتجه إلى الأسفل حسب تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. تقرير الإعلام الاقتصادي حول مؤشر الاقتصاد اليمني لشهر أبريل 2019 قال إن عوامل أخرى ساهمت في استمرار تصاعد أسعار السلع الأساسية رغم تحسن سعر الصرف. ما أهمية التحسن في سعر الصرف إذن إذا لم ينعكس على أسعار السلع وعلى معيشة المواطن؟ ومن المسؤول عن هذا الخلل الذي يكتوي بناره المواطنين؟ بحسب التقرير، فإن حالة الانقسام في الإدارة الحكومية للشأن الاقتصادي وعدم سريان القرارات الاقتصادية التي أصدرها البنك المركزي فيما يتعلق بالسياسة النقدية على مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وهي مناطق الثقل السكاني والاقتصادي، تعد أحد عوامل استمرار تصاعد أسعار السلع، حيث منع الحوثيون البنوك الخاصة من فتح الاعتمادات المستندية والتعامل مع بنك عدن لاستيراد السلع الأساسية. التقرير أيضاً رصد الارتفاعات المستمرة في أسعار المشتقات النفطية خلال أبريل الماضي، حيث سجلت ارتفاعاً في كل من صنعاء وعدن وتعز ومأرب والحديدة وحضرموت بمتوسط ارتفاع بلغ 1% مقارنة بشهر مارس الماضي، فيما سجلت ارتفاعاً بنسبة 145% مقارنة بأسعارها قبل الأزمة في يناير الماضي. رغم تعافي سعر الريال، يتواصل ارتفاع الأسعار ونسب الزيادة بين المحافظات اليمنية ككل، وحتى بين المحافظات المحررة، إلى جانب غياب الرقابة وآلية ضبط الأسعار، ليبقى المواطن وحيداً في مواجهة ظروف الحرب وغلاء الأسعار وانعدام الدخل. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الصحفي حفظ الله العميري، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ حفظ. أهلا وسهلا. مساء النور. أهلا بك وكل عام وأنت بخير. وبداية، لو تحدثنا حول تقرير صدر المركز الإعلام الاقتصادي يشير إلى تعافي محدود لسعر الريال مقابل الدولار، برأيك ما هو سبب هذا التعافي؟ هل هو نجاح حكومي؟ أولا مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين، وخواتم مباركة وعيد مبارك مقدما. بالنسبة للتعافي الذي حصل في سعر الدولار في الآونة الأخيرة كان بسبب عدة عوامل، أولها هو التغيير الذي حصل في قيادة البنك المركزي في عدن، والإجراءات سلسلة الإجراءات التي قام بها البنك المركزي، بالإضافة للإجراءات التي قامت بها الحكومة، لكنه ظل تغيير منقوص، حيث اكتفى البنك المركزي فقط بتوجيه، هو عمل عدة إجراءات لا ننكرها، لكنه لا يوجد إجراءات حقيقية
بالنسبة للمتلاعبين بأسعار الصرف وأسعار الريال، هناك الكثير من الشركات الصرافة شمالا وجنوبا، إذا لم في المناطق المحررة وفي مناطق سيطرة الحوثيين. في مناطق سيطرة الحوثيين قد نعذر الحكومة الشرعية، لكن في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية هناك يوجد آلاف المحلات الصرافة، وهذه تمارس بحسب تقرير البنك المركزي الذي صدر عنها قبل شهر عنه قبل شهرين، قال حتى انه وجه انذارا لهذه الشركات، لكن الانذارات لحالها لا تكفي، يجب ان تكون هناك اجراءات كبيره بحق المتلاعبين باسعار الريال اليمني. التقارير الذي صدرت او التسريبات التي تقول على ان هناك مليارات من الدولارات يجنيها هؤلاء المتلاعبون بالسعر في السوق السوداء، هذه التقارير يجب ان تكون لها اجراءات او تصدر ضدهم هؤلاء المتلاعبون اجراءات صارمه من الحكومه ومن البنك المركزي وحتى من الاجهزه الامنيه. نعم، إذا الغريب يعني رغم وجود هذا التعافي ولو الطفيف، لكن أسعار السلع لا تتغير، لم نعد نطالبها بالنزول، ولكن على الأقل بالثبات. كل يوم نجد أن هناك سعر جديد للأسعار، كل شيء يغلي، البترول، الأكل، الملابس، يعني هناك حصار غير عادي بالنسبة للمواطنين، خاصة يعني لو تحدثنا عن مثلا سعر البترول، سجلت عدن أعلى محافظة يعني لسعر البترول تلتها صنعاء، ما الذي يحدث؟ يجب، هناك عدة عوامل لعدم التغير، بالرغم من أن الريال اليمني مقابل الدولار ارتفع نسبيا، لكن لا زالت الأسعار إلى اليوم في ارتفاع. هناك عدة عوامل، من أول عامل هو عدم الرقابة على السوق، لا يوجد أي رقابة لا في المناطق المحررة وفي مناطق سيطرة الحوثيين، أصلا هم بيمارسوا الجباية، وحتى إغلاق المحلات قبل 3 أيام تم إغلاق سيتي ماكس في موسم قبل العيد، وهذه الابتزازات التي تقوم بها الميليشيات، لكن في المناطق المحررة لا يوجد رقابة على السوق. يعني مثلا في بعض المناطق المحررة يوجد هذه الأيام موسم قبل يعني نهاية رمضان الآن وفترة عيد الأضحى، لا يوجد أي رقابة على السوق في عدن، في مأرب، في أي من المناطق المحررة، هناك ارتفاع جشع، والتجار الذين لا يخافون الله يرفعون الأسعار بشكل متعمد جدا وبشكل هستيري. صحيح على أنهم ممكن يكونوا أشتروا هذه البضائع وهذه السلع في ظل ارتفاع الدولار، لكن لا، هناك الآن شهرين تقريبا منذ بدأ الدولار بانخفاض والأسعار لا زالت كما هي. يعني هناك بالنسبة لمناطق سيطرة الحوثيين هناك ابتزازات كبيرة، جمارك مرة ثانية، بالرغم الآن ميناء الحديدة مقفل جزئيا، أو أنه تدخل عبره بعض لا كل السلع لا تدخل عبر ميناء الحديدة وتستورد عبر ميناء عدن، تؤخذ عليها جمارك في ميناء عدن وتؤخذ مرة ثانية عليها الجمارك في مناطق سيطرة الحوثيين. جملة من الأسباب أدت إلى ارتفاع هذا الارتفاع الكبير، بالإضافة أيضا إلى جشع التجار واستغلالهم الوضع، هذا الاستغلال السيء من التجار وأدى إلى هذه الكارثة. هذه الكارثة الآن سببت دمارا كبيرا للقدرة الشرائية للمواطن اليمني، لا يوجد، الطبقة المتوسطة الذي كانت مستورة قبل الحرب الآن أصبحت ضمن الطبقة الفقيرة المسحوقة. وأعجبني قبل يومين كلمتين قالها صديق في الفيسبوك، قال العيد أتى ليفضح الناس المستورين طوال السنة. نعم، إذا يعني حتى الغريب أستاذ حفظ الله، يعني مسألة مجرد أن يشاع خبر ولو إشاعة أن الريال انخفض مقابل الدولار مباشرة، يعني مجرد أن يخرج أحدهم لشراء علبة فاصوليا أو حبة بيض يقول لا الدولار ارتفع، رغم أنها بضاعة مخزنة لديه. العكس حينما ينخفض لا يقول والله أنا اشتريت عدني اشتريتها بغالي، يعني يحسبها في تلك اللحظة بحساب مختلف. يعني هل يفترض أن يكون هناك دور للحكومة خاصة في وقت ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال بضبط هؤلاء التجار الذي فعلا بدأ التعامل واضح أنه بجشع أمام المواطن؟ يجب على وزارة التجارة ومصلحة حماية المستهلك
أن تنفذ حملات رقابية، وخاصة في هذه الأيام على الأسواق، على المحلات التجارية، حتى محلات بيع الملابس. يعني محلات بيع الملابس أنا أعرف مثلاً أنهم في الشركات أو التجار الكبار الذين يأخذون البضائع من الصين يأخذونها بأسعار رخيصة جداً، ويأتوا هنا ليبالغوا. يعني ما ذنب الفقير أو الذي دخل المتوسط انقطاع الراتب، ما ذنب هؤلاء أن لا يطعموا فرحة العيد؟ يعني أن يروحوا وعياله للسوق يأخذوا القميص بخمسة بعشرة ألف. يعني من القدرة الشرائية لهؤلاء المواطنين الآن في ظل الحرب صارت صفر. يعني اتقوا الله في هؤلاء المواطنين، اتقوا الله، وخاصة التجار في مناطق سيطرة الحوثيين بالذات، اتقوا الله في هذا الشعب المسحوق. يعني قد يكون هناك الآن في المناطق المحررة بعض القطاعات يصرف لها رواتب، لكن في مناطق سيطرة الحوثيين هذا الوضع يزداد تعقيدا. الناس أسرى لدى الحوثيين، اتقوا الله في هؤلاء الأسرى. للحكومة الشرعية يجب أن يكون هناك ضوابط للسوق، أن تنزل حملات للميدان، تنزل حملات رقابة على المستهلك هناك. يعني أنا يوجد لدي أصدقاء في مأرب، في سيئون، في عدن، يشتكون، يقولون على أن هذه هنا يقولون أنتم الآن في خارج الوطن عندكم الأسعار أرخص، بالرغم أن البلد لدينا مدمر، لا يوجد لدينا سياحة، لا يوجد لدينا، لكن أسعارنا في البضائع حديثة لنقل، أسعار البضاعة كلها تقليد ودرجة جدا رديئة، عدا يعني المواد الغذائية وحتى المواد الغذائية. يعني فيجب على التجار أول أن يخافوا الله، أن تكون لديهم رقابة ذاتية من أنفسهم، ويجب على الدولة أن تفعل أدوار الأجهزة الرقابية، أن تفعل النزول إلى الميدان هذه الأيام على الأسواق والمحلات التجارية، وأن يكون هذا الدور التاجر من نفسه الرقابة الذاتية، بالنسبة بالإضافة إلى الرقابة من الدولة، أن إن شاء الله يؤدي إلى انخفاض هذه الأسعار، وإلى أن يشعر المواطن بأن هناك جديد في الأسعار، وأن يطعم المواطن فرحة العيد، وأن تساهم هذه الحملات إذا حققت أو إذا نزلت هذه الحملات الأسواق في ضبط هذه الأسعار الذي الآن صراحة يعني في وخاصة في المناطق المحررة. يعني المناطق المحررة الآن أسعار المواد البترولية أو المشتقات النفطية يعني ارتفعت قبل أن يعني إلى أغلى من أن قبل أن يرتفع الدولار إلى 8، الآن أغلى، أصبحت المشتقات النفطية أغلى، وقد الدولار الآن بكم؟ 5.5 يعني. أتمنى من الدولة أن تنزل حملات رقابة قبل العيد إلى هذه المحلات، وإلى حتى محطات البترول، وإلى كل القطاعات، حتى لا تتكرر هذه الكارثة أو توقف هذه الكارثة. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر سكايب الأستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي. مساء الخير أستاذ مصطفى، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا، عام وأنت بخير وجميع المشاهدين إن شاء الله. أهلا بك أستاذ مصطفى. أصدرتم تقرير حول استقرار الريال والإجراءات الحكومية التي أدت إلى هذا الاستقرار، بداية اشرح لنا حول هذه الإجراءات. فعلا التقرير حول مؤشرات الاقتصاد اليمني لشهر أبريل 2019، ويتحدث عن مؤشرات اقتصادية تتعلق بأسعار المواد الأساسية، وأيضا سعر صرف الريال، وأسعار المشتقات النفطية، وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتم تقديمها أو حالها في اليمن. واضح من خلال المؤشرات أن هناك خلال أبريل الماضي كان هناك تحسن نسبي في سعر الريال اليمني مقارنة بالشهر الذي سبقه، مقارنة بمارس. لكن ايضا يوضح التقرير ان هذه النتائج للاسف الشديد لم تنعكس بشكل ايجابي على اسعار السلع والخدمات، هذا واحد. ثانيا، بل بالعكس، يعني ارتفعت الاسعار بنسبه 2%، وكانت اكثر ارتفاعا في بعض المحافظات مثل محافظه الحديده وصنعاء وتعز، وكان هناك انخفاض بسيط في محافظه حضرموت، وشبه يعني استقرار إلى حد ما في محافظة عدن.
هذه الأرقام أو هذه النتائج في الحقيقة التي يعني تبدو غير واضحة بسبب أنه هناك استقرار في سعر الريال اليمني، لكن أيضا لم ينعكس على أسعار السلع، يعود إلى عدة أسباب، أبرزها أن جماعة الحوثي ألزمت البنوك التي تسيطر عليها بعدم فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الأساسية لدى البنك المركزي في عدن، وبالتالي كثير من التجار أو البنوك كثير من التجار لم يستطيعوا فتح اعتمادات مستندية عبر البنوك المتواجدة في المناطق في المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة، وبالتالي لجأوا إلى الشراء من السوق، وهذا أيضا يفسر لنا العودة لارتفاع سعر الريال، سعر الدولار والعملات الصعبة الأخرى مقابل الدولار مقابل الريال. الآن كما تلاحظ في السوق الآن ارتفع سعر الدولار والسعودي وغيرها من العملات، نظرا لأن التجار وجدوا أن مسألة فتح اعتمادات مستندية في إطار مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بالتأكيد لن يكفي لاستيراد المواد الأساسية، وبالتالي هذا جعلهم يلجؤون للشراء من السوق ومثل ضغط، وبالتالي لم يستفد المواطن رغم أن البنك المركزي أعلن عن توفير العملات الصعبة لشراء المواد الأساسية وكذلك أيضا لشراء المشتقات النفطية وحتى أيضا لشراء مواد أخرى كما أعلن البنك المركزي وبسعر أقل من سعر السوق. يعني البنك المركزي دخل في عملية المضاربة في السوق وأيضا بالبيع بأقل من السوق، لكن النتائج لم تكن كبيرة نظرا كما قلت لأنه منع البنوك من فتح اعتمادات مستندية للتجار في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وبالإضافة إلى عوامل أخرى، عوامل ارتفاع المشتقات النفطية وأيضا ارتفاع كلفة النقل الداخلي نظرا لعملية الابتزاز التي تمارس من قبل النقاط الأمنية في أكثر من نقطة أمنية، قضية الاحتكار للنقل من عدن إلى صنعاء وغيرها من المحافظات الأخرى، هذا كلها أسباب ألقت بظلالها على أسعار السلع، وبالتالي حالت دون أن يتحقق تحسن في أسعار السلع، بالإضافة إلى أنه أيضا تغيب إلى حد كبير مسألة الرقابة من قبل الجهات الحكومية على الأسواق وعلى تعزيز التنافسية في إطار الأسواق. إذن سأعود إليك أستاذ مصطفى، ما رأيك أستاذ حفظ؟ يعني الحوثيون يتعمدون التضييق ليس فقط على المواطن وإنما أيضا على التجار كما ذكرت أنت في بداية الحلقة، وأيضا القرارات التي تصدرها ضد البنوك ومنعها من فتح اعتمادات لتسهيل عملية الاستيراد كما شرح لنا الأستاذ مصطفى. غير ذلك أيضا الميليشيات الحوثية تقوم بابتزاز التجار، كل التجار الصغار حتى التجار الذين المتوسط حتى التجار الكبار تقوم بالاستيلاء على أموالهم، بالاستيلاء على تجارتهم، والذي يعني هي تقوم في البداية بابتزازهم عن طريق ضرائب، مجهود حربي وغيره، والذي يرفض تقوم بمصادرة ماله عبر حكم قضائي، ونحن نعرف أن القضاء بصنعاء تحت سيطرتها. هذه العوامل كلها تؤدي بالتاجر على أنه يرفع الأسعار لكي يعوض هذه الابتزازات وهذه الإجراءات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى نتائج كمان كارثية للحرب في الحديدة. الحديدة هناك المصانع الغذاء تعطلت، مصانع آل ثابت، كل المصانع هناك تقريبا تضررت، مصانع الغذاء، مصانع العصائر، مصانع الحبوب، كل شيء هناك تضرر، ونحن نعرف على أن الحديدة كانت هي بلاد المصانع التي تنتج الغذاء والمشروبات وكل شيء يعني في الحديدة. هذا أيضا سبب كبير لهذه الأزمة وارتفاع الأسعار، يعني كل أصبح كثير من المواد مستوردة، ونحن نعرف كلفة الاستيراد، بالإضافة إلى أن كما ذكر الأستاذ على أن الحوثيون يمنعون التجار
تجار من فتح اعتمادات مستندية في البنك المركزي في عدن، هم يشتكون من أن البنك المركزي هذه أو الحكومة الشرعية نقلت البنك المركزي إلى عدن، وكل أزمة يواجهها الشعب اليمني يقولون هذا الأمر هذه انتقل هو بسبب نقل البنك، بسبب نقل البنك، بينما هم لا يتعاطون مع نقل البنك. الحكومة عرضت عليهم على أنهم على أن تتعامل فروع البنك المركزي التي تحت سيطرة الحوثيين تتعامل مع البنك المركزي في عدن، وأن يبعد البنك المركزي عن الصراع السياسي الحاصل، لكنهم يصرون على إدخال البنك المركزي في هذا الصراع ويصرون على تجويع الشعب اليمني. عزيزتي، هذا سياسة الميليشيات هي التجويع من عهد الأئمة وما تلاه، هو التجويع والتجهيل من اجل يجوع الشعب، من اجل ان يضطر مثلا الان العساكر او الجنود الذي كانوا في النظام في الجيش السابق الان يعتمدوا يتعمدوا على انه يقول لك تعال نحن سنعطيك الراتب، يعني يعطيها الراتب مقابل ان يعطي حياته لهذه الميليشيات. يعني اصبح يبتز الناس بقوتهم، يبتز الناس بمعيشتهم، وهذه كارثة الكوارث. نعم. إذن أعود إليك أستاذ مصطفى، في ظل كل هذه الضغوط التي يمر بها المواطن، يعني ربما تتبعت سلسلة الإجراءات التعسفية التي قامت بها ميليشيا الحوثي في المحافظات التي تسيطر عليها، من إغلاق المحلات، من فرض الزكاة بصورة لم تحدث من قبل، حتى على مستوى نصف الراتب التي تم تسليمه لبعض الجهات خصمت منه الزكاة إجباريا أيضا. الأمر لا يختلف كثيرا في المناطق التي تحكمها الشرعية، مثلا سجلت عدن أعلى محافظة في سعر البترول، لا يوجد رقابة حقيقية. ما الذي يحدث؟ أين الدولة إذا لم يكن يعني لنقل مناطق سيطرة الحوثيين بيد ميليشيا، ولكن ما الذي يحدث في مناطق سيطرة الشرعية؟ في الحقيقة أنه فعلا القطاع أو الجانب الاقتصادي يحتاج إلى جهد أكبر لكي يتم فعلا إحداث أثر ملموس يتحقق لصالح المواطنين. والإشكالية الآن هنا أنه أصعب من الأوقات الاعتيادية، لأنه لديك الآن أكثر من لاعب على مستوى القرارات الاقتصادية. الآن هناك بنكين مركزيين، صحيح أن بنك المركزي في عدن هو البنك المعترف فيه وهو الذي يمتلك الآن الموارد، واستطاع أن يحقق بعض النتائج الإيجابية فيما يتعلق طبعا بدعم دولي أو إقليمي من ناحية توفير السيولة وغيرها، لكن أيضا يظل هناك كتلة كبيرة من الاقتصاد ما تزال تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء وغيرها، وأيضا سواء كان مرتبط بموضوع تواجد الشركات الكبيرة أو والبنوك وغيرها سواء في صنعاء أو في الحديدة أو غيرها. وبالتالي يعني موضوع الملف الاقتصادي أصبح موضوع مرتبط بالشأن السياسي، وهو جزء من حالة الصراع، لا يمكن فصله عن الحالة، سواء كان موضوع الحرب أو تأثيرات الحرب الموجودة. هناك للأسف الشديد ضعف في أداء مؤسسات الرسمية لدى الحكومة اليمنية، سواء كان فيما يتعلق بسياسة موحدة في موضوع الجمارك، في موضوع الضرائب، إجراءات وتسهيلات للتجار في المناطق التي يسيطرون عليها، ما زالت البضائع تمر عبر موانئ أخرى وتتأخر كثيرا، موضوع الارتفاع كلفة التأمين وغيرها، كثير من الإشكاليات التي تتطلب أن يكون الملف الاقتصادي ربما أكثر تنظيما من قبل الحكومة، للأسف الشديد أيضا لم يرتب. يعاني التجار من العديد من الإشكاليات مرتبطة بموضوع بأداء الحكومة المتعلقة، مثلا كثير من السلع حتى الآن محظور استيرادها، قائمة طويلة جدا من السلع ما يزال محظور استيرادها، كثير أيضا من التعقيدات المتعلقة بعملية الاستيراد عبر الموانئ اليمنية،
بعض المحافظات ايضا والجمارك لم تربط بال كإطار موحد، وبعض المحافظات تفرض ضرائب وايضا جمارك مختلفه عن موانئ ومحافظات اخرى. ناهيك ايضا عن الرسوم كما قلت، واحتكار النقل بين المحافظات وعدم تامين الطرق لانتقال البضائع. كل هذه العوامل للاسف الشديد تؤثر سلبا على اسعار السلع واسعار الخدمات، ولذلك تلاحظ الان موضوع الازمات المتلاحقه، سواء كان في انتاج بعض المواد الغذائيه من قبل المصانع المحليه، بعض المواد مدخلات الانتاج ايضا تتاخر كثيرا، ويتم ايضا بعضها يتم حظر استيرادها، وبالتالي يتم التدخل واجراءات طويله من التعقيدات للافراج عنها وغيرها. كل هذه العوامل تتسبب في اشكاليات تضاف الى كمعاناه للمواطنين وتضاف على اسعار السلع والخدمات. في الشق الاخر ايضا لاعب اخر وهو جماعه الحوثي، وهذه قصه ايضا ومعاناه اخرى مرتبطه بالان تغيير القوانين، قانون الزكاه، قوانين الضرائب، هناك حزمة من التغييرات كلها. نعم، مسألة عدم التعامل بالعملة الجديدة التي طبعت مؤخرا، هذه أيضا ربما تقوم على زعزعة استقرار العملة، أليس كذلك؟ بالضبط، يعني كما قلت سلسلة من المعوقات، مسألة إقرار تشريعات جديدة تضيف مزيد من الأعباء على التجار وهم يضيفونها بالتأكيد على السلعة، أضف إلى بالإضافة إلى ذلك موضوع الجمارك الداخلية التي تفرض، موضوع الرسوم المتعددة، موضوع محاسبة التجار بأثر رجعي، وقف البنوك عن ممارسة نشاطها بحرية واستقلالية، كثير من هذه العوامل بالتأكيد هي تنعكس مباشرة على الملف الاقتصادي والملف الخدمي. فالخلاصة أن الحكومة بحاجة إلى مشروع أو بحاجة إلى حزمة من السياسات أكثر يعني صرامة، وأيضا أكثر جدية في التنفيذ في الواقع على الأرض، على الأقل في مناطق سيطرتها، رغم أن هناك تحسن إلى حد ما مرتبط بسعر الريال كما قلنا، وهذا أيضا يحسب للإجراءات التي تمت، تحسن في سعر الريال كما قلت، وأيضا تحسن في الكهرباء. لكن ايضا اذا نظرت الى هل هذا التحسن مستدام، هل هو قابل للديمومه؟ للاسف الشديد ايضا لا، لانه مرتبط بالوديعه السعوديه، مرتبط بموضوع دعم محطات الكهرباء بمنحه المشتقات النفطيه، لكن في حال انه يعني ومدة هذه الوديعة سنتين سنعود إلى نفس المشكلة، وهذه مشكلة أخرى، يعني يتطلب أن يتم وضع حلول مستدامة عبر مثلا فتح خطوط ائتمان للبنوك اليمنية للتعامل مع البنوك الإقليمية والدولية، تعزيز حالة الاقتصاد اليمني للتعامل مع الاقتصاد الإقليمي والدولي، وهذا يمكن أن تلعب فيه الحكومة، تلعب فيه الدول التحالف، يلعب فيه أيضا الدول الراعية أو الداعمة لليمن في تسهيل هذه المسألة للاقتصاد اليمني. ويبدو أيضا أن هناك ارتباط إلى حد كبير أيضا بالإشكالية السياسية كما قلت، أيضا لا يمكن أن تفصليها، لا سيما بعد فشل الاتفاق فيما يتعلق بالملف الاقتصادي في موضوع الحديدة وكمتابعة لاتفاق السكر. نعم، إذا شكرا جزيلا لك مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب. عودة إليك أستاذ حفظ الله. إذا يعني كثير من النقاط طرقها الأستاذ مصطفى، وربما دعنا نركز في مسألة أن الحكومة بحاجة إلى حزمة من السياسات الأكثر صرامة والأكثر جدية أيضا لتطبيقها. يعني أنا أشعر أن المواطن يشعر نفسه وحيدا في معركة الحياة هذه، لا سلطة الأمر الواقع للأسف الشديد مسؤولة عنه، ولا يمكن أن تتخذ أي إجراء لمصلحته، ولا الحكومة التي يفترض بها أن تكون شرعية تفكر ولو بسلسلة إجراءات بسيطة على الأقل في وقت المناسبات مثل رمضان والأعياد.
خطابنا يجب أن يكون موجه للحكومة الشرعية، لا ننتظر من الميليشيات أن تقوم بأي إجراء إلا تعقيد الأمور وتأليب الناس. هي تستخدم هذا الموضوع الاقتصادي لتأليب الناس على الحكومة، شوفوا من بعدما نقلوا البنك شوفوا هذه الحكومة تحاصركم العدوان وما إلى ذلك من شعارات. الحكومة الشرعية يجب في البداية من ضمن الحزمة التي ذكرها الأستاذ ناصر أن تعيد تصدير المشتقات النفطية. لماذا لم تعاد إلى الآن تصدير المشتقات النفطية؟ هذا سيؤدي إلى رفض الاقتصاد الوطني بالكثير من الأموال، وحتى إذا استنفذت الآن الوديعة السعودية سيعود الريال اليمني الارتفاع بشكل يعني دائما بشكل الحل خيالي. المؤقت فعلا نعم، الحل الرئيسي هو إعادة تصدير النفط. لا يعني من غير المعقول أن يكون لدينا كمية كبيرة من النفط وحقول من النفط ونستورد النفط من الخارج. يعني هذه الشحنات من النفط التي تأتي من الخارج يوجد عليها الضرائب والجمارك، بينما يوجد لدينا نفط محلي. لماذا لا يعاد تصدير النفط إلى الآن؟ هذه لماذا لا تفتح المطارات في عدن في المكلمات، لا يعاد فتح هذه المطارات وتعاد تصدير السلع عبر الجو؟ السلع الآن التي تأتي عبر ميناء الحديدة وعبر ميناء عدن تواجه بكثير من الإجراءات من التحالف العربي ومن الميليشيات في الشمال وحتى في الجنوب، التقطع، النقل الداخلي، كل هذه المشاكل ستحل إذا تم فتح المطارات وتم كذلك إعادة تصدير النفط. سيباع النفط في الداخل بسعر معقول يعني ربما تدور عجلة الاقتصاد نوعا ما وتخفف الضغوط على المواطن. نعم، في الحكومة الشرعية الآن هي مسؤولة عن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى كما قلت سابقا إنزال حملات إلى الأسواق، رقابة، تفعيل أجهزة الرقابة، هذه مهمة جدا. كون الجشع التجار الآن وخاصة قبل العيد وخاصة في هذه المواسم يزداد، مثلا في المناطق المحررة لا يوجد أي مبرر لهذا الارتفاع الكبير جدا في الأسعار إلى ما قبل حتى ارتفاع الدولار في الفترة السابقة. نعم، إذا عند هذه النقطة اسمح لي أستاذ حفظ الله أن ينضم معنا الأستاذ علي عاطف وكيل وزارة التجارة والصناعة عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ علي. يا مساء النور. نعم، يتساءل ضيفي هنا في الاستوديو وهو سؤال كل المواطنين أستاذ علي، ما هو سر الارتفاع الجنوني للأسعار رغم ربما استقرار الريال نسبيا أمام الدولار؟ في البدء طبعا أقدم تهنئة لشعبنا اليمني العظيم الصابر والقيادة السياسية على رأسها فخامة الرئيس وحكومتنا وقيادة الدكتور معين عبد الملك. الحديث عن الأسعار وبالذات السلع الأساسية، يعني أنا من منطلق وجودي هنا شهدت ولمست استقرار نسبي في عملية الأسعار وفي عملية وما هو الأهم توفر السلع الأساسية لتكون في متناول اليد. هذا من ناحيه. في الاخير هو حكايه الاسعار تحكمها مساله العرض والطلب، وانا اتكلم عن بقيه السلع الاخرى غير السلع الاساسيه. الامور تبشر بالخير والخطوات تتوالى، يعني احنا كوزاره الصناعه والتجاره وهذا واجبنا وليس يعني قمنا بعمل مكثف وملموس من قبل الاخوه المواطنين. نحن على تواصل دائم مع تجار السلع الأساسية. حصل في بداية قبل رمضان وبداية رمضان وفي أثناء الشهر الفضيل ونحن على أعتاب انتهاء يعني وتوديعه والولوج إلى عيد الأضحى المبارك كل عام واليمن وأهله بخير، يعني كان في استقرار إلى حد كبير، لكن قد لا نصل إلى الدرجة التي ترضي حتى تطلعاتنا أو تطلعات المواطن الذي يعتمد على 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 لماذا استاذ علي يعني الأساسية. نعم، لماذا لا تصلون لهذا المستوى من الرضا على الاقل في ضبط هذه النقطه، مساله الاسعار خاصه في المواد الاساسيه؟ يعني ربما شهر رمضان والعيد ايضا هناك مواد اخرى تظهر احتياجاتها بالنسبه للمواطنين، ولكن انا صراحه تفاجؤوا بهذه الاسعار.
يا سيدتي الفاضلة، أنا سأعرج على مسألة القوانين التي تكبل الحكومة أو تكبلنا نحن في عملنا هذا. قوانين يبدو هي موضوعة وسائدة، احنا لا نريد أن نترك الأمور تمشي هكذا يعني باجتهادات. قوانين يجب أن نحترمها ويجب أن نتعامل معها ك يعني جمع أو ككلية، لكن القوانين هذه يبدو أنه من صاغها أو من وضعها لتخدم مصلحة معينة قد تكون يعني من وضعوها ناس كانوا يهيئون لهذه المرحلة من هذا القبيل يعني. وبالتالي إعادة النظر في القوانين هذه الموجودة، احنا نحاول قدر الإمكان نعيد النظر في اللوائح، في يعني إجراءاتنا التي لا تتعارض أصلا مع روح القانون نفسه، لكن أيضا القوانين نفسها تتحكم في المسألة، والمسألة هي أيضا تخضع للعرض والطلب. احنا نعاني من مشاكل شتى في حكاية انسياب وتدفق السلع سواء بين المحافظات. الآن تدور رحى معارك يعني شرسة في الضالع من خلال قناتكم، نحيي المقاومة الجنوبية ونحيي المقاومة الوطنية والجيش الوطني الشرعي في الضالع وما يسطرون من بطولات في حكاية قمع هذه المحاولات الانتحارية التي أيضا تؤثر، لأنه يعني لا يخفاكم أنه هذا الطريق طريق الضالع هو الطريق السالك والأساسي الذي يغذي أو يربط ما بين المحافظات سواء في الشمال أو في الجنوب. أيضا 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 يعني حتى يعني يقال الحق لأهله، المحافظات والسلطات التنفيذية في المحافظات المحررة بذلت جهود غير مسبوقة وحثيثة في سبيل إرضاء المواطن، لكن المسائل السلع الأخرى والتي تمس المواطن بشكل أيضا في رمضان وبشكل استثنائي، هذه السلع لا نتحكم في أسعارها بقدر ما نتحكم بأسعار السلع الأساسية التي مربوطة بسعر معين أيضا قد لا يرضي المواطن، ولكنه في متناول اليد على الأقل في هذه المرحلة. لكن السلع التي يقبل او يكثر الاقبال عليها في رمضان، هذه السلع هي طريقه، واحنا نحرص قدر الامكان على ان نستخدم القانون بطريقه او باخرى للحد من اي تجاوزات قد تمس، لكن يعني انا اقول ان القوانين هي نفسها من تتيح المرونه، ومساله قانون العرض والطلب ايضا تدفق السلع هذا مساله مهمه. الموانع نجد عوائق، نرى عوائق، قد لا نكون بعيدين عن هذه العوائق، تأخر السفن، تأخر الدخول، يعني أشياء كثيرة، إحنا في حالة حرب. نعم، لكن يعني هناك أيضا إذا سمحت الأستاذ علي، يعني مسألة مجرد أن يعني ينشر خبر بارتفاع سعر الدولار أمام ريال ترتفع فورا البضاعة التي اشتريت بمبالغ أقل، وحين يسأل المواطن ما السبب يقول ارتفع الدولار، يعني مثلا ارتفع اليوم الصباح العصر وقد هناك ويتفاجأ المواطن بسعر جديد للبضاعة التي أخذها صباحا، لما لا يوجد رقابة في مثل هذه اللحظات التي تعلمون جيدا أن التاجر يبيع من المخزن واشترى بضاعة بسعر أقل بكثير مما يبيعها؟ لا، أنا أؤكد لك بالنسبة إذا 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 يعني تكلمنا عن السلع الأساسية وهي عصب الحياة للمواطن، السلع ما يحصلش فيها تذبذب في أسعارها وتغيير بين يوم وليلة فجأة، خاصة بعد حكاية ربط المسألة أسعار معينة يحددها البنك المركزي للغطاء. لا، البنك المركزي يحاول يعيد مسألة يعني حوكمة ويعني أتمتة الأمور بحيث أنه تكون يعني آليات حكومية سليمة ورشيدة. اليوم البنك المركزي سمعنا تصريحات عن لقاء محافظ البنك المركزي مع محافظ مأرب، وسيتؤول ايضا سيتم ربط البنك المركزي، فالامور ماشيه الى حد كبير يعني. نعم، اذا اخيرا احمل الامكانيات يعني في ظل الحرب السائده. نعم استاذ علي، اخيرا يعني ما هي ابرز التحديات التي تقف امام تفعيل الرقابه واجراءاتها؟ نتمنى ان 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 تفتح الموانئ بشكل سليم، المطارات ايضا بشكل سليم، وتنساب الامور يعني، ويتوقف رحل المعارك بين المحافظات حتى تتدفق السلع ما بين المحافظات، وهذا سيؤدي الى انقاص الكلفه يعني التي طبعا في النهايه يتحمل عبئها المواطن. وطبعا ايضا انا من خلال قناتكم اعتذر، يعني اعتذر انا سواء عن شخصي او عن كل موظف حكومي او عن حكومتنا عن اي معاناه يعانيها المواطن الذي وجدناه في حرب نحن وهو،
في حرب ضد اصابات لا 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 تخاف الله ولا 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 وليس لديها لا رؤية ولا مشروع ولا حرب استثنائية شاذة. لكن نتمنى بإذن الله تعالى الأمور تبشر بخير يعني، ولن نألو جهد والله. وأنا هذا ما نعمله من خلال قناتكم للتجار، أن التجار يجب عليهم أن يعوا تماما أن هذه الدولة تركب وتتابع ما يدور وما يقوم به. يعني لن 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 يغفر، حتى الشعب لن يغفر للتاجر سين او صاد من الناس انه يوم من الايام كان يستغل فتره الحرب بانتهازيه يعني ليسود جشعه، وليعاني ايضا المواطن هذا. نعم، اذا شكرا جزيلا لك استاذ علي عاطف وكيل وزاره الصناعه والتجاره، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. اذا استاذ حفظ الله، لديك تعليق او تعقيب حول ما طرحه الاستاذ علي؟ انا سمعت الاستاذ علي وجه اعتذار للشعب اليمني على اي تقصير بدا منهم، كوننا في حرب، اليمن عايشه في حرب منذ 4 سنين وهنا لا جديد. الاعتذار الاكبر من الحكومه الان يتمثل في صرف رواتب الناس، صرف رواتب الناس في المناطق المحرره وحتى غير المحرره، صرف رواتب المدنيين حسب القائمه التي اعلنت الحكومه في 2014، يعني حسب القوائم قوائم المرتبات في 2014، يجب ان يصرف رواتب الناس قبل العيد، يجب ان تقوم الحكومه بواجبها في هذا الجانب. نحن لا نطالب الميليشيات، الميليشيات ستقوم بصرف نص راتب للناس وتبتزهم بهذه الفتاه التي ستعطي ستستفيد منها سياسيا اكثر من ان من من قيمتها. يعني يجب ان تصرف الحكومه الشرعيه رواتب الناس من اجل ان يظهر او يحس الناس بوجود الدوله، يحس الناس بوجود الشرعيه التي يقاتل الان المقاتلين الابطال الجيش الوطني اليمني في الجبهات دفاعا عنها. نعم، اذا الحكومه ونجحت ربما نوعا ما في منع المضاربه على الدولار، يعني مساله منع الميليشيا للتعامل بالمبالغ المطبوعه العمله المطبوعه الجديده، وهو ما حدث لمحلات سيتي ماكس تقريبا، هذا كان عذر لسبب إغلاقها، كيف يؤثر ذلك برأيك على السياسة النقدية للبلد؟ معظم الآن معظم الطبعات الجديدة للبنك المركزي هي بالعملة الجديدة، وهذه استخدمت ميليشيات الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها هذه الورقة لابتزاز التجار، وحتى على أنه يكتشف عند بعض التجار ورقة نقدية واحدة من هذه الفئة التي تمنع تداولها، يؤدي ذلك إلى إغلاق المحل أو مصادرته. يعني هي طريقة ابتزاز جديدة تستخدمها الميليشيات، يعني لا يوجد أي مانع من تداولها، يعني إيش المانع أن تتداول هذه العملة في المناطق التي تسيطر عليها، لكنها تستخدم لابتزاز الناس، تستخدم هذه المبالغ التي الآن تتدفق على السوق بكثرة، تستخدمها ميليشيات الحوثي الآن لمورد مالي جديد للجماعة كمجهود حربي في المناطق التي تسيطر عليها. نعم، إذن هناك دور مجتمعي أيضا أستاذ حفظ، بعض الناس يضعون اللوم على المواطن رغم كل يعني ما يمر به، إلا أنه يعني يقولون يفترض أيضا بهم أن يضغطوا هم على التجار وألا يسمحوا للتجار أن يضغط عليهم. ربما ترددت كثيرا قصة الشعب الذي قاطع البيض حتى ترجت الحكومة بشرائه بنصف القيمة، يعني ترتفع سعر البيضة وتصل إلى 40 و50، وهناك من يشتري وهناك من يشتري، رغم أنها ليست يعني من الأشياء الأساسية، لنقول لا يوجد توعية في مسألة إذا ارتفع السعر بشكل مبالغ به فلا تشتريها ودعها هناك لتفسد وسيضطر التاجر بإنزال سعرها في المرام. أعتقد بأنه لا يوجد لدينا لحد الآن كشعب يمني ثقافة المقاطعة، وحتى على إن وجدت ثقافة المقاطعة لدى بعض الناس فالارتفاع شمل كل شيء، شمل كل المواد الغذائية، شمل المواد الرئيسية، شمل كل شيء، الكماليات، الملابس، كل شيء الآن السوق كل شيء غالي، يعني لا يوجد مثلا بديل إذا قاطع الناس البيض أو الدجاج، إيش البديل؟ الفول غالي، كل شيء غالي، في أي شيء قاطع. يعني يجب أن تتحرك
هناك الدولة لمحاربة هؤلاء التجار، وأن إذا اضطرت الأمور أن تعلن بأسمائهم أو تعلن أسماء الوكالات التي يمتلكونها لا أعلنتها. يعني هذا هو الحل الوحيد. المواطن اليمني لا يوجد لديه شيء، أسير لدى ميليشيات الحوثيين ومضطهد في الجنوب لدى بعض الميليشيات، وحتى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية مضطهد من التجار، مضطهد. يعني المواطن اليمني لا يوجد لديه شيء لولا وجود المغتربين الآن وتحويلاتهم المالية من جميع أنحاء العالم. تضررت هذه المضطهدة، لمات الناس من الجوع. يعني لا يوجد، حتى الأمم المتحدة لن تقدر تعمل شيء. يعني المغتربين اليمنيين الآن هم أساس الاقتصاد، وهم التي هناك الآن. حتى أنا من ضمن الذين يحولون بشكل مستمر لليمن، تأتي نهاية الشهر يرتفع ينخفض فجأة سعر الدولار عند التحويلات المالية وعند استلام أفراد الجيش الوطني وكذا معاشاتهم. يعني تنخفض فجأة أسعار الدولار ومن ثم تعود للارتفاع من جديد. يعني هناك ابتزاز، هناك تضارب بالعملة بشكل كبير من الصرافين، وتلاعب كبير فيها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك حفظ الله العميري، صحفي كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.